السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الفيديو باختصار إخواني الكرام هو توعوي، وهو يعني ربما يكون فيه ضرر لي أنا وضرر لغيري من ناحية الأمور المادية ومن ناحية عملنا، فقد يؤثر على القناة سلبا، ربما لأني أقول في كلام لا يشتهيه كثير من الناس ولا يشتهيه ناس يعني يحبون أن أقول لهم ما يريدونه هم، وهذا لا يمكن لكل من في قلبه ذرة الإيمان لا يستطيع. موضوعنا حول تأويل أو تفسير، لا أقول تأويل وإنما أقول تفسير بعض الأحلام التي يراها الناس وهي متشابهة. من أغلب هذه الأحلام أني رأيت الشخص الذي أحبه في بيتنا، أو أني رأيت الشخص الذي أحبه يمسك يدي، وهو يكون قد يعني سلك طريقه في حياة أخرى وبدأ حياة زوجية أخرى وأموره طيبة في بلد آخر أو غيره. ومنهم أيضا من يقول لي أني دائما أرى مثلا أني أعود إلى بيتنا القديم وأجد خالتي وكذا، ومنهم من يقول لي أني أرى أن قريبتي تضع لي هكذا أو تعضني أو ترمي علي أوساخ أو غيرها، مع العلم أن قريبته طيبة أو قريبتها طيبة وليس يعني في قلبها أي ضغينة. فهذا من الشيطان إخواني الكرام، بحكم الضغوط النفسية التي يعاني منها أغلب سكان الأرض في هذا الزمن، بحكم المشاكل التي باقية تصير في هذا العالم والتطورات التي يشهدها جيل في جيلين، لأن جيل الثمانينات شهد جيلين، واضح، فكان يعيش نمط فأصبح يعيش نمطا آخر، وبحكم الجيل الذي نشأ جديدا كثرت ضغوط الحياة ودخلت علينا ثقافات لم نكن متعودين عليها، والناس أصبحت مشغولة بأمور دنيوية كثيرا، واضح، وبسبب كثرة العنوسة وكثرة مشاكل الطلاق هذه وغيرها أصبحت العقول الباطنة للناس تكمل ما لم يستطع أن يعمله في حقيقة واقعه، في حقيقة الواقع، فأصبحت كثير من الناس ترى هذه الأشياء، هذه الرموز تتكرر عليه، رأيت الذي أحب في طائرة، رأيت الذي أحب في كذا، رأيت عفوا إخواني، هذا كله والله العظيم وعلى رقبتي إلى يوم الدين أن هذه أوهام، وهذه إخوان من عقلكم الباطن أو من عقولكم الباطن، لا علاقة لها لا برؤى ولا بغيرها، فهمتوا؟ فأنتم لو تلاحظوا إخواني أن أغلب ما نفسر فيه أنا أصبحت زعفان هذا الموضوع وأصبحت كاره للقناة أصلا، أن من يقول كلمة الحق أو يعمل بضمير لن يجد ناس تتاع، هذا موضوع متفقين عليه وليس مشكلة، هو عادي جدا، يعني الأرزاق بيد الله، أنا واحد من الناس مقتنع أن إذا رزق توقف لي أو بدأ يضعف فإن الله سبحانه وتعالى يريد بي خيرا، فلهذا أنا أفرحان لأنه كشف لي حقيقة الأصدقاء وحقيقة الأقارب وحقيقة الناس من حولي وحقيقة المجتمع الذي أعيش فيه، لأني كنت غافلا فأقول الحمد لله، وحقيقة من قال لي أني أحبك في الله ومن قال لي أنك أخي ومن كلهم وقعت أقنعتهم فالحمد لله. لكن بالنسبة لكم أنتم إخواني أنا أنصحكم وخاصة أخواتي البنات أنصحكم ألا تشغلوا بالكم بهذه الأمور التافهة ولا تركزوا على كثرة الأحلام هذه التي تتكرر عليكم باستمرار. يا إخواني الكرام فيكم ناس أنا أعرف وأكتشف من رؤاها أنها لا علاقة لها حتى بستغفر الله العظيم يعني لم يزل سجدة لله سبحانه وتعالى، وفيكم من يعني يقول لي أني استخرت وكذا، تستخير الله ولا يصلي أصلا، يعني وقت ما مصلحة يستخير الله يظن أن الله بعقل بشري مثلنا سيخدعه، وكل واحد يعني يغني على هوى. فأنصحكم إخواني أن لا تركزوا على هذه الأمور وتبقوا يعني أنتم من مكان لمكان ومن مفسر لمفسر ومن شخص لشخص، لأن هذا سيتعبكم وسيجعلكم في غيبوبة، حالة المخمور لا يفيق إلا وهو لا قدر الله في مصيبة، فهذا ما يقع للإنسان، تضيع حياتك هكذا دون أن تفعل شيء، تفيق تجد العمر راح، لن تستطيع أن ترد شبابك، لا تستطيع أن تعوض الأيام التي فاتتك، وأنت حياتك من هنا إلى هنا، من راقي إلى راقي، من كذا إلى كذا، أنت في تلك اللحظة أخي أو أختي يعني زللت زلة كبيرة، أنك استعنت بالبشر من غير الله، فيمدد لك الله ابتلاك وعقابا إن كان أو إن كنت تستحقه. فأتمنى أن تستفيقوا من هذه الغيبوبة. لا أخفيكم أني قلت لكم أني لم أعد أريد أن أفسر لأني أرى نفس الأسماء، وبالدليل سأقوله الآن يعني في دقيقة قبل أن أغلق الفيديو.
ألم تلاحظوا أنتم أن ثم ناس أكلمها ومشتركين رسميين وإخوان ويحبوني، أقول لهم لا تكرروا مثلا، فيعيد يكرر. أنا لست حزين على تكراره، أنا حزين على حالهم، لأنه أعمى وأصم وأبكم، فلما أخذه في الدور لا يستطيع أن يجيب، فأقول لهم أنقذوا أنفسكم رجاء، إني أخون لكم أو أخ لكم، أحب لكم الخير، في أمان الله.